بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد لما امر الله تعالى الخليل عليه السلام ان يذهب بزوجه هاجر ووليدها اسماعيل لواد غير ذي زرع عند بيت الله الحرام ولم يكن البيت الحرام قد بني بعد فتركهما وولى دبره قامت اليه امنا هاجر تقول الى من تتركنا يا ابراهيم فلا يلتفت الى من تتركنا يا ابراهيم فلا يلتفت قالت آه الله امرك بهذا فالتفت فقال نعم قالت اذهب فانه لن يضيعنا نفد الماء ونفد التمر وقامت امنا هاجر إلى الصفا ثم إلى المروة علها تجد ماء أو تجد عيرة أمر الله تعالى جبريل عليه السلام أن يضرب بجناحيه الأرض عند قدمي إسماعيل فكان زمزم خير ماء على وجه الأرض ماء زمزم ماء زمزم لما شرب له من شربه يستشفي شفاه الله ومن شربه لشبع اشبعه الله ومن شربه لقطع ظما قطع الله ظماه جاءت قبيله يقال لها جرهم واستاذنت امنا هاجر ان تستوطن المكان فاذنت لهم وتمضي السنون ويتزوج اسماعيل عليه السلام امراه منهم وجاء الخليل بعد سنين يتفقد وديعه الله عز وجل طرق باب ولده خرجت زوجه قال اين اسماعيل قالت خرج يصطاد لنا قال كيف انتم فذكرت انهم بشر حال ما مال وذكرت له الفاقه والحاجه فقال لها اذا جاء اسماعيل فاقرئيه مني السلام وقولي له غير عتبه بابك فلما جاء اسماعيل عليه السلام واخبرت قال ذاك ابي ابراهيم وانت العتبه وأمرني أن أفارقك ألحقي بأهلك ثم تزوج أخرى وجاء إبراهيم الخليل بعد حين طرق باب ولده خرجت زوجه قال أين إسماعيل؟ قالت خرج يصطاد لنا قال كيف أنتم؟ فاثنت على الله عز وجل بما هو اهله وانهم في رخاء وسعه فقال لها اذا جاء اسماعيل فاقئيه مني السلام وقولي له ثبت عتبه بابك فلما جاء اسماعيل واخبرت قال ذاك ابي ابراهيم وانت العتبه وامرني ان امسكك الحال هو الحال لم يتغير ولكن شتان بين الزوجه القنوع الراضيه بما قسم الله عز وجل وبين المراه التي تكلف زوجها ما لا يطيق وتنكر احسانه ومعروفه واما الدروس المستفاده فاولها ان الاسره هي اللبنه التي تبنى بها المجتمعات هي المكونه من الرجل والمراه والابناء ورب العزه جعلها ايه من اياته فقال ومن اياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة لما احتلت فرنسا الجزائر ودام احتلالها مئة واثنتان وثلاثون سنة ثلاثة أجيال ونيف خرج جيل قرآني فريد مجاهد طرد المستعمر من الجزائر فتفكروا كيف جاء هذا الجيل فنظروا فوجدوا سببين الاول الكتاتيب ربط الابناء بكتاب الله عز وجل فيتربى الولد على الطهر على العفه على استشعار رقابه الله عليه والسبب الثاني هي الام الام مدرسه اذا اعددتها اعددت شعبا طيب الاعراق فوجه اعداء الله سهامهم الى الاسره المسلمه ان كانت قائمه فاغروا الزوجه بامرين الاول المطالبه بالمساواه مع الرجل فلا قوامه للزوج على اسرته لا قيمه للاب ورب العزه يقول الرجال قوامون على النساء والامر الثاني طلب الطلاق لاتفه الاسباب كان تطلب الطلاق لان زوجها منعها من السياقه فليذهب الزوج والابناء والاسره الى الجحيم لعن النبي عليه الصلاه والسلام المتشبهين من الرجال بالنساء ومن النساء بالرجال لعن المسترجلات من النساء ثم وجهوا سهامهم الى المقبلين على الزواج من ابناء الاسلام وبنات الاسلام فاغروا البنت ان تنفر من النكاح ومسؤولياته من طاعه للزوج والحمل والارضاع والولاده وكذا الولد اغروه ان يكون عاله فلا مسؤوليه ولا رجول تربيه الخدم وهو يطلق عند اول مشكله فلا يتحمل المسؤوليه ابدا حديثنا نذكر ابناءنا ونذكر بناتنا بحقوق الزوج وبحقوق الزوجه في اسلامنا وفي ديننا الزوج هو بعل المراه وانه خلق الزوجين الذكر والانثى وعلى الزوجه ان تعرف لزوجها مكانته وحقه هو بابها الى الجنه اي امراه ماتت وزوجها عنها راض دخلت الجنه جاءت امراه الى النبي عليه الصلاه والسلام تقول يا رسول الله انا وافده النساء اليك ان الله فرض الجهاد على الرجال فان اصابوا اجيروا وان اصيبوا فهم شهداء عند ربهم يرزقون ونحن نقوم على شؤونهم ورعايتهم فقال عليه الصلاه والسلام اعلمي من وراءك من النساء ان طاعة الزوج واعترافا بحقه يعدل ذلك كله وقليل من كن فاعله من حق الزوج على زوجته الطاعة ان المرأة اذا صلت خمسها وصامت شهرها واطاعت زوجها قيل لها ادخلي من اي ابواب الجنه شئت يصف النبي عليه الصلاه والسلام الزوجه الصالحه فيقول هي التي ان نظرت اليها اسرتك وان امرتها اطاعتك وان غبت عنها حفظتك في نفسها ومالك من حق الزوج على زوجته الاستئذان فلا تخرج الا باذنه ان المراه اذا خرجت من دارها وزوجها كاره لعنها كل ملك في السماء حتى ترجع ولا تصوم نفلا الا باذنه لا تصوم المراه وزوجها شاهد اي حاضر الا باذنه وكذا، لا تنفق من بيته إلا بإذنه، لا تنفق المرأة من بيت زوجها إلا بإذنه، من حق الزوج على زوجته أن تتزين له وأنت تطيب وأن تتطيب وألا ترد طلبه إذا طلبها للفراش إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت لعنتها الملائكة حتى تصبح ومن وصايا العرب أن تتفقدي موضع بصره وأنفه فلا يقع مضوه منك على قبيح ولا يشم منك الا اطيب ريح والتفقد لوقت طعامه ونومه فتواتر الجوع مغضبه وتنغيص النوم ملهبه واما الزوجه فهي امراه الرجل اسكن أنت وزوجك الجنة، والزوجة هي خير متع الدنيا كلها، الدنيا متاع، وخير متاعها الزوجة الصالحة، ومن حق الزوجة على زوجها حسن العشرة، وعاشروهن بالمعروف، والمعاشرة هي المخالطة كان عليه الصلاة والسلام من أفكه الناس مع نسائه وعياده ومن حق الزوجة على زوجها أن يتزين لها وهذا عبد الله بن عباس كان يتزين لأهله ويقول إني أحب أن أتزين لزوجتي كما أحب أن تتزين لي فلا ينبغي ان ياتيها بشعثه بغبره بعرقه فذلك من سوء العشره من حق الزوجه على زوجها ان يعلمها امر دينها رسول الله عليه الصلاه والسلام جاءته امراه تساله فلما خرجت قالت عائشه رضي الله عنها حسبك من فلانة أنها كذا أي قصيرة فقال عليه الصلاة والسلام يا عائشة والله لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجت لنتنها ثم أن يعلمها الخلق الكريم من عطاء وإنفاق أمر النبي عليه الصلاة والسلام بشاه ان تذبح وان تقسم فلما سال قالت عائشه رضي الله عنها ذهبت كلها الا كتفها فقال عليه الصلاه والسلام لا يا عائشه بل بقيت كلها الا كتفها فالذي ننفقه هو الذي يبقى والذي ناكله هو الذي يفنى نسال الله تعالى ان يحفظ للاسره المسلمه وجودها وقوامها وان يبعد عنها كيد الكائدين من المخادعين والماكرين اللهم امين صل اللهم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم